سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو النموذج الأسمى للإنسان الكامل والقدوة الحسنة. القدوة الحسنة لينا، لأنه كان في كل معاملاته وتعاملاته مع الناس، سواء كان ده مع أصحاب النبي الكرام رضوان الله تعالى عليهم، أو مع زوجاته رضي الله تعالى عنهن، أو حتى في تعاملات ومعاملات النبي عليه الصلاة والسلام حتى مع خصومه، كان قدوة عظيمة. ربنا سبحانه وتعالى أرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليكون رحمة للعالمين، فكانت حياة النبي عليه الصلاة والسلام كانت حياته تجسيد عملي لمعاني الرحمة، لأخلاق الإسلام الرفيعة، وتطبيق حي لكل تعاليمه صلى الله عليه وسلم. ففي كل مرحلة وفي كل خطوة من حياته صلى الله عليه وسلم نجد أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قد وضع أسس واضحة للتعامل مع الآخرين بإنسانية وبرحمة وبعدل. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيتمتع بجميع الصفات اللي بيتطلع إليها الإنسان الكامل، والمؤمنين المفترض إن هم دائما يتطلعوا إلى الإنسان الكامل حضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهو كان ذو خلق عظيم كما قال الله تعالى في القرآن الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم. كان صلى الله عليه وسلم متسامحا، عدلا، صبورا، حليما، رفيقا صلى الله عليه وسلم، متواضعا. كانت كل تصرفات النبي انعكاس لما وصف به في القرآن الكريم لهذا الخلق العظيم. فكان قدوة عظيمة صلى الله عليه وسلم، لأنه كان لم يكن يدعو إلى الفضائل فقط، إنما كان بيدعو إلى كل فضيلة، وكان سلوكه العملي بيجسد الفضائل اللي كان بيدعو إليها، فكان يجسدها في حياته اليومية. وكانت السيرة النبوية نموذج يحتذى به على مر العصور. وبالرغم من كل التحديات والصعوبات اللي واجهها النبي عليه الصلاة والسلام خلال رسالته، هي كانت تحديات كبرى، سواء التحديات دي كانت من قومه أو من أعدائه، إلا إن اللي بيتدبر السيرة بعمق وبدقة يجد إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتخلى مطلقا عن أخلاقه العالية. لم يكن مثلا لينتقم لنفسه، بل كان يعفو ويصفح ويسامح عند كذلك، ويعفو عند المقدرة. ومن أجل أن نتأسى بحضرته صلى الله عليه وسلم، وإن الإنسان المؤمن يبقى عنده شغف بما كان يقول ويفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل مواقف حياته، وفي المواقف اللي ممكن يجد الإنسان المؤمن فيها شبه بذات المواقف، إنه يتأسى بحضرة رسول الله. خاطبنا الله تعالى في كتابه الكريم فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، وانسب إلى قدره ما شئت من عظم، فإن فضل رسول الله ليس له حد، فيعرب عنه ناطق بفمي. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.